بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب والناجين حول العالم، والذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام، فإن وحدة التحقيق الخاصة تؤكد على أن حماية الحقوق والحريات العامة للإنسان من القواعد الأساسية التي ترتكز عليها مملكة البحرين لتحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية بما تنفرد به إقليميا وتتميز به دوليا من آليات وطنية مستقلة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. يذكر أن اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب هو اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفاذ، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد خالد الهزاع، رئيس وحدة التحقيق الخاصة. هل لك أن توضح لنا أهمية هذا اليوم على المستويين الوطني والدولي، وما دور وحدة التحقيق الخاصة في هذا الخصوص؟ مرحبا أختي سارة، مساء الخير. في البداية بودي أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث بهذه المناسبة. إن الغرض الدولي من اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 من شهر يونيو من كل عام هو القضاء التام على التعذيب في شتى أنحاء العالم، والتأكيد على فاعلية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية التي انضمت لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1998. وكان اختيار ذلك اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1997 كونه اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حيز النفوذ. وقد حرصت مملكة البحرين على مواكبة الجهود الدولية الهادفة للقضاء على التعذيب، والتأكيد على نهجها في احترام وتعزيز حقوق الإنسان باتخاذها العديد من الإجراءات التشريعية والقضائية لمنع التعذيب أو إساءة المعاملة، من بينها على المستوى التشريعي التعديل الذي أدخل على المادة 208 من قانون العقوبات، الذي لم يكتفي المشرع بجعلها متوافقة مع تعريف التعذيب الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، بل توسع في تجريم الأفعال المادية التي تشكل تلك الجريمة. نعم. أما على المستوى المؤسسي أو القضائي فنجد إنشاء سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين لوحدة التحقيق الخاصة في عام 2012 بطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، والتي تعتبر فريدة من نوعها على مستوى المنطقة لتختص وحدها دون غيرها في تحديد المسؤولية الجنائية في ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة. وبشأن دور الوحدة على وجه التحديد، فقد سعت الوحدة منذ إنشائها وهي اليوم تشارف على أكمال 10 سنوات ولله الحمد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في الادعاءات التي ترد إليها وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية المتبعة في ذلك الشأن، كما أنشأت مؤخراً شعبة خاصة تعنى بشؤون المجني عليهم الشهود لما لهم من دور مهم في جميع مراحل الدعوة الجنائية، وهو ما يؤكد أنها الدعامة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية. نعم الأستاذ محمد خالد الهزاع، رئيس وحدة التحقيق الخاصة، كنت معنا عبر الهاتف، شكراً جزيلاً لك.